مرحبا بكم في فيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندير واحد المراجعه كامله لشركه تريدرز ويدج. هذه الشركه هذيك غادي نهضر عليها هذه شحاله، ولكن كان ما كانش عندي معاهم واحد التجربه اللي كبيره، كنت فقط ربحت واحد الجيفوي معاهم وعجبتني هذه الشركه هذه، وقررت انني غادي ندخل معاهم نشري شي حساب معاهم، ولكن بقيت كنأجل. وهذا النهار هذا زعمت انني نشري حساب معاهم، وغادي ندير لكم واحد المراجعه اوليه على هذه الشركه هذه. من بعد الا نجحت في هذا الحساب هذا ديال 10000 دولار غادي نشرح لكم الشركه بشكل احسن، ممكن ندير معكم واحد سحب الارباح من هنايا من هذه الشركه هذه، كل شيء الحوايج اللي متعلقين بهذه الشركه هذه غادي نهضر عليهم من هنايا للقدام. هذا الفيديو هذا غادي يكون فقط شرح الحوايج اللي عندهم، بحال مثلا العروض اللي عندهم، الاثمنه، طرق السحب، كل شيء. هذه الحوايج هذو غادي نديروا عليهم واحد المراجعه. قبل ما نبداو في الفيديو ما تنساش لايك سبسكرايب وكومونتير، وما تنساوش تدخلوا الجروب تيليجرام، راه كنلونسيو خصومات كتوصل حتى ل 50% مع هذه الشركه التمويل هذو. درك نفوتوا للمميزات والعيوب ديال هذه الشركه هذه. غادي نبداو بالحساب ديال ستاندر الهير اللي هو حساب المرحلتين، عندك جوج ديال المراحل اللي كتفوتهم، مرحله اولى ومرحله ثانيه، ما كيعطيوكش شي بروفيت في المراحل بطبيعه الحال، خصك تفوت الفاند اكونت كيبداو معاك ب 80%. البلان اللي زوين في هذه الشركه هذه واللي شفناه في شركات اخرين، ولكن بحال مثلا ذا فاوند تريدر او لا ماي فاند اف اكس ما فيهمش هذا البلان هذا، اللي هو ديال سكيلين اب الاكونت سكيلين، اللي هو كيضاعفوا لك الحساب ديالك. اللي زوين في هذه الشركه هذه هو انه مضاعفه الحسابات كتكون بواحد الشكل كبير، يعني ماشي غير كدوبلي لك، كتبدي معاك تقريبا واحد في اربعه فيهم. هذا البلان هذا ديال يضاعفوا لك الحساب خاصك تجيب واحد التارجت ديال 10%، ضروري خاصك توصل 10% باش يضاعفوا لك الحساب، ممكن توصل معاهم حتى 3 مليون دولار، وهذا واحد الرقم اللي كبير. التارجت ديال المرحله الاولى 10%، التارجت ديال المرحله الثانيه 5%، اي في حساب ال 10000 دولار اللي راه عندنا حنايا غادي يكون تارجت المرحله الاولى 1000 دولار وتارجت ديال المرحله الزاوجه 500 دولار. عندك ماكس ديلي لوس اللي هو 5% 500 دولار في الحساب ديال ال 10000 دولار، يعني بحالها بحال اي كاع الشركات الاخرين. الماكس لوس عندهم يعني الماكس درو داون كيكون 10% اللي هو 1000 دولار من الحساب ديال ال 10000 دولار. المينيموم تايم دايز هذا يعني الايام اللي خاصك تريدي باش تفوت للمرحله الثانيه، بحال مثلا في الفاز الاول خاصك تريدي 5 ايام باش تفوت للمرحله الثانيه الا حققت فيها التارجت ديال 10%. ماشي ضروري انك تجيب الفاز الاولى في 5 ايام، تقدر تجلس فيها 10 ايام 20 يوم ما كاينش مشكل. هذه الشركه هذه عطيك نو تايم ليميت، فشحال ما بغيت تفوت الحساب ديالك فيه خذ راحتك. الماكس تايم دايز كيما شفتوا هنايا انليميتد، يعني خذ راحتك في انك تجتاز هذا الاختبار هذا. الاكونت ليفريج عاطين واحد 50 اللي هو نورمالمون نوعا ما معقول، انا كنشوفه بلا معقول سيرتو في الحساب ديال 10000 دولار. هادو الحوايج اللي مانعينهم او لا متاحين. الا بغيت تريدي بالبوط ما كاينش مشكل، تريدي بالبوط هانيه. نيوز تريدين الا بغيت تريدي فوق النيوز يعني في ذاك الفوليوم طالع تقدر تريدي ما كاينش مشكل، ولكن الويكند هولدين ما تقدرش دير هذا البلان هذا، يعني الصفقات ديالك باش تخليهم لنهايه الاسبوع اللي هي سبت حد ما تقدرش دير هذا البلان هذا. حتى الناس اللي عندهم نهايه الاسبوع خميس وجمعه خصكم تضربوا الحساب انه هاد الناس هادو العطله ديالهم نهايه الاسبوع ديالهم سبت حد ماشي خميس جمعة. البي اوت كتكون كل 14 يوم، كل 14 يوم تقدر تخرج فلوس ديالك، هادي سواء اول سحب ولا ثاني سحب خاصك تستنى 14 يوم باش تقدر تخرج الفلوس ديالك. وعندهم البلان ديال ريفاوند كيعطيو ريفاوند اللي هو كيرجعوا لك الفلوس اللي انت دخلت بهم. ثمن ديال حساب ال 10000 دولار اللي هو 110 دولار، 110 دولار بالنسبه لي انا واحد الثمن اللي مرتفع جدا، لحقاش بزاف ديال الشركات منهم ذا فاوند تريدر عندها حسابات بثمن قل من هكا، ولكن هذه الشركه هذه كدير عروض، كتقدم واحد العروض اللي هما تخفيضات ممكن يوصلوا حتى 30% باش كتمتاز على الشركات الاخرين او لا ذا فاوند تريدر ولا ماي فاوند اف اكس. فهاد البلان هذا ديال سكيلين اب اللي هو كيطلعوا لك الحساب ديالك، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتمتاز بها على الشركات الاخرين. النوع ديال الدرو داون، درو داون ثابت غير متحرك، يعني كيبدي معاك من الانيشال بالانس ديالك، من البالانس الاولي ديالك. بحال مثلا عندنا في الحساب ديال 10000 دولار ماكس درو داون ديال 1000 دولار، هذيك ال 1000 دولار خاص تنهود على 9000 دولار عاد نخسر الحساب ديالي. ما حدي مازال ما اخترقتش ديلي درو داون ديالي اللي هو وقف الخساره اليومي ديالي وما هودتش على 9000 دولار، فما غاديش نحرق الحساب ديالي. وكذلك الويكند هولدين ما خصنيش نديرو، يعني ما خصنيش نبيت الصفقات ديالي في الويكند. البلاتفورمز اللي كتخدم بهم كتخدم بميتا تريدر 5 وميتا تريدر 4 في البروكر الايت كاب، الدراري اللي كيخدموا بالايت كاب هاد الشركه هذه كتخدم حتى هي بالايت كاب بروكر. الحسابات ديالهم ممكن توصل حتى ل 400000 دولار، الثمن ديال 400000 دولار داير 2 مليون اللي هي 2000 دولار، ولكن بطبيعه الحال بالتخفيضات اللي كيديروهم ممكن ينقص الثمن على هاد الشيء شويه بالمقارنه مع شركات اخرى. انا كنشوف بالله الثمن هذا راه نورمالمون ناقص جدا للحساب ديال 400000 دولار، لحقاش شركات اخرى كيديروا حساب ال 200000 دولار
بهالثمن هذا، يعني كيوصل الثمن ديالو تقريبا حتى لواحد 1800 دولار بحال هكا. هنايا حساب 400 الف دولار نورمالمون راه رخيص جدا، يمكن لحقاش دايرين ليفريج ديال 1:50، والليفريج ديال 1:50 في حساب ديال 400 الف دولار كيكون شويه ناقص صراحه. شركة من ناحية الثقة والأمان، فهاد الشركة ثقة وأمان، ولكن أنا علاش شريت هاد الحساب هذا ديال 10000 دولار باش نجرب هاد الشركة هادي ونبارطاجي معكم التجربة الشخصية ديالي معاها. إلا نجحت بطبيعة الحال في هاد الحساب هذا ديال 10000 دولار غادي نحاول أنني ما نبطاش في هاد الحساب هذا، غادي نحاول نفوتو في هاد 13 اليوم اللي راها باقية قبل رأس العام، يعني نحاول ناخذ هاد الحساب هذا في 13 اليوم إلا قديت، ونشارك معكم التجربة ديالي في سحب الأرباح، الانتقال ما بين المرحلة والأخرى، كاع هاد الحوايج هادو غادي نحاول نبارطاجيها معاكم كما درت في فاوند تريدر وفي ماي فاوند اف اكس اللي هادوك بالتجربة الشخصية ديالي. الحساب كما راكم شايفين هنايا البروفيت تارجت ديالي ديال المرحلة الأولى 10%، ديلي درو داون ديالي 5%. هاد الحساب هذا شريته البارح، مازال ما بديتش نتريدي فيه. هاد البلان هذا ديال الانكتيفيتي بيريود، هذا الدراري بحال مثلا عندهم واحد 3 ديال الحسابات اللي فاندد، عندهم واحد كيخدموا به وجوج غير مخليينهم. عندك هاد 30 يوم ضروري انك في وسط 30 يوم تدخل شي صفقه كيما بغات تكون، يعني غير باش تاكتيفي الحساب ديالك، يعني كل شهر بقى كتحاول كتدخل صفقه وحده باش تاكتيفي الحساب ديالك وباش يعرفوا هاد الشركه بلي انت راك عاد كتريدي بهذاك الحساب غيرك في واحد الفتره اللي مخلي مهولدي داك الحساب هذاك ما كتخربش فيه. يعني ضروري كل 30 يوم خصكم تريدي ولو صفقه وحده ديال سواء بيع ولا شراء، وتكون مثلا فيها واحد الخساره ديال 10 دولار او لا ربح ديال 10 دولار ما كيهمش نهائيا. وهنايا كما راكم تشوفوا عندهم داشبورد كيوريوك فيه بحال مثلا البروفيت في راك واصل، الى حققت اي ارباح راهم كيبانوا لك هنايا، ديلي لوس ديالك كيحسبوا لك هنايا، الى جيت تقرب من 500 دولار راهم كيطلعوا لك هنايا بلي راك قريب تخسر الديلي لوس ديالك، والماكسيموم لوس اللي هو الماكس درو داون راهم حتى هما كيعطيو لك هنايا. عندهم واحد الداشبورد اللي زوين ومريح نوعا ما، وكيتفاعل مع ميتا تريدر ديالك بواحد السرعه اللي زوينه، يعني كاين واحد الفرق بيناتهم ديال تقريبا واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق باش يبانوا لك هنايا الداتا ديالك اللي راه واقع عندك في ميتا تريدر. الانواع ديال الحسابات الاخرين عندهم بحال مثلا الانستنت فاوند الدراري اللي كيبغيو حساب ممول فوري، وعندهم كذلك ديال المرحله الواحده حساب المرحله الواحده، ولكن هذا الحساب ديال المرحله الواحده ما كننصحش به نهائيا، كننصح انايا غير بحساب المرحلتين. نمشيو نشوفوا الويدراول ديالهم، الويدراول هنايا راه عندهم هذا الشاط هذا هنايا نطبي ويدراول فوالا، هنايا عندك كيفاش تخرج الارباح ديالك وشا وفين تقدر تخرج الارباح ديالك. عندك هنايا فازابي بايير بايونير باي بال وبيرفكت ماني وايز، ويلا بغيت الكريبتو كرنسيز، وكذلك الا بغيت بنك ترانسفير ديريكت، يعني طرق باش تخرج الفلوس ديالك متاحه وكثيره جدا. الفلوس ديالك تقدر تخرجهم كل 14 يوم، وهذه واحد الحاجه زوينه. الفلوس ديالك باش يوصلوك ممكن يوصل الوقت ديال الانتظار ديالك حتى لخمس ايام، يعني من النهار حتى لخمس ايام باش يوصلوك فيه الفلوس ديالك، وبيزنس داي يعني للسبت والحد ما كيتحسبوش. من الحوايج اللي عجبوني في هذه الشركه بزاف اللي هما طرق الدفع، يعني باش تشري واحد الحساب هنايا موفرين لك بزاف ديال طرق الشراء كما راكم تشوفوا هنايا، طرق الدفع متنوعه وكثيره، بحال مثلا هنايا كاين باي بال، كاين الكارد بايمنت اللي هو فيزا كارد ماستر كارد، ولا عندكم كاع هادو الكريبتو كرنسيز الا بغيتو تخلصوا بالعملات الرقميه، كاين البنك ترانسفير الا بغيتو تفوتوا لهم الفلوس ديريكت، وهنايا كاين بايير للدراري اللي عندهم سولد بايير وبغاو يخلصوا به، فازا باي هاد فازا باي نورمالمون واقيله ديال الرواسه ولا الا ما خفتش نكذب، وكاين بايونير وكاين بيرفكت ماني للدراري اللي عندهم سولد في اي بلاصه من هاد لي بلاتفورم هادو تقدروا تشريو بها، وكذلك باي بال اللي هو اسهل وحده في وسط هادو كامل الدراري اللي عندهم سولد باي بال وبغاو يشريو به. هادي تعتبر واحد الحاجه من المميزات ديال هاد الشركه هادي، عندك هادي والسكيلين بلان هما جوج ديال الحوايج الوحيدين اللي كيميزوا هاد الشركه، ولكن بالنسبه لاي حاجه اخرى فراه ذا فاوند تريدر او لا ماي فاوند اف اكس كيتفوقوا على هاد الشركه هادي من ناحيه كلشي الحوايج الاخرين. ولكن الدراري اللي عجبتهم هاد الشركه هادي راه تقدروا تدخلوا معاها من ناحيه الامان، فراه هاد الشركه هادي امنه خدامه على راسها وكتخسر فلوس على راسها باش دير شي بلاصه في وسط هاد شركه التمويل هادو. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم، استناو الفيديو الجاي ان شاء الله الا خدينا هاد التحدي هذا، الا نجحنا في هاد التحدي هذا ديال 10000 دولار غادي ندير لكم واحد الفيديو اخر ويكون ديال سحب الارباح ان شاء الله، ويكون واحد الريفيو على التعامل ديال هاد الشركه من ناحيه السيبور ديالها كلشي دوك الحوايج هادوك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نضرب لكم موعد في حلقه اخرى ان شاء الله الدراري الدريات، بيس.